منذ انطلاق عمليات اقتحام الإسرائيليين للمسجد الأقصى وعمليات الطعن الفلسطينية، تكثفت الجهود المصرية الرامية إلى منع انهيار تفجر مواجهة جديدة خصوصا مع غزة، الأمر الذي دفع مسؤولي المخابرات المصرية إجراء اتصالات مكثفة من أجل التوصل إلى صيغة تفاهمات مقبولة لإسرائيل والفصائل الفلسطينية لنزع فتيل التوتر. دوما الدور المصري يحاول نزع فتيل الأزمة بيننا وبين الإسرائيليين، ودائما هناك في وساطة جدية من قبل الوفد المصري، كون أن المصريين دائما ينظرون للقضية الفلسطينية هي القضية المركزية بالنسبة للعرب، ولذلك نحن نثمن دورهم ونثمن تدخلهم اللي بحاولوا في كل مرة يمنعوا الاعتداءات والحروب على قطاع غزة وكذلك الاعتداءات في المسجد الأقصى وفي محافظات الشمالية. التفاهمات التي عرضها المسؤولون المصريون خلال الأيام الماضية تشمل وقف الاقتحامات الإسرائيلية للمسجد الأقصى أو تخفيضها للحد الأدنى وفتح المعابر مع القطاع وإلغاء الإجراءات العقابية الأخيرة مقابل التزام الفصائل بعدم إطلاق الصواريخ من غزة على إسرائيل. الجهود المصرية التي بذلت مؤخرا تمكنت من عودة الأمور إلى ما كانت عليه وعدم تصاعد الأمور وتوتير الأجواء ومحاولة يعني لجم الإجراءات الإسرائيلية المتصاعدة. مراقبون في الساحة الفلسطينية بيّنوا أن عملية إلعاد الأخيرة قد تسهم في تأخير التفاهمات المصرية الجديدة، خصوصا مع خروج أصوات قوية داخل إسرائيل تطالب باغتيال قادة الفصائل الفلسطينية، الأمر الذي تأخذه الفصائل وحركة حماس تحديدا على محمل الجد. هناك أزمة داخل المجتمع الإسرائيلي في ظل الخلافات الدائرة سواء جراء العمليات الفدائية التي تمت وأرهقت المجتمع الإسرائيلي وأفقدت الثقة بالمنظومة الأمنية والسياسية، لكن مصر تلعب دور كبير، ما زالت تحاول الحفاظ على هذا الدور من خلال تهدئة الأوضاع. الاتصالات المصرية المكثفة تنجح حتى الآن في وقف التصعيد بين غزة وإسرائيل، ولكن التطورات الميدانية تبقى سيدة الموقف، بحيث قد يتسبب حدث صغير باندلاع مواجهة جديدة كما حدث في القتال الأخير. لقنوات أبوظبي، وليد عبد الرحمن، غزة.